لأهل الحمية ما تجوني. إذا كساعد أبنك كساعد بالمجلس عاد الله يساعدهم يتحملوا هالكلمات. أنا لديت يا أخوتي ما جابوا بالي يا أهل الحمية ما تجوني ومن العدا تتخلصوني. ليش يا زينب؟ أنا توني Thank you.
فيها أربعة من المساجين، كل من تحل إمام ناحية وكزه مسمار فسالت الإمام من عنقه. يقول سهل بن سعد: علمت من عمر زين العابدين رأيته يلبس ثوبا أحمر، قلت أبي هذا الحر يلبس زين العابدين ثوبا أحمر؟ لما اقتربت منه زال تعجبي، وإلى ذلك اللون من أثر الدماء النازفة من عنق حسين. أمر يزيد بالجامعة أن تبرد، والإمام يصيح: وأبو الله أين عشيرتي؟ الله يساعد ذنوبكم. وإذا بيزيد اللعين ينكث التفت السكينة، نادت عم زينب: انظري ما يصنع اللعين برأس والد الحسين. نظر زينب قامت على رجليها وهي تنادي: أخي حسين، أمرتني ألا أشق عليك جيبا ولا أخمش وجها، ولكن قل الاصطبار، بس هاي ما كانت على الباب. شو اللي ما صار على الفازينة؟ بس هاي ما صارت وما كانت على البال، أطب المجلس بكتف بالحبال بعد، وراسك بطشت وتشوف الغيار. أنا أخدم هالمجلس برقية وأي رقية، حاجتك مقضية برقية. من التعب نام الأطفال في خربة الشام، وإذا برقية أفاقت تنادي: عم زينب عم زينب، ما أردت يا بنيتي، أريد والد الحسين. Ah.
شلالك قطعت بينا يا صديق، خلياتنا مع ناس دموع جاوي، انكبت على الراس يا تنادي ابا حسين، من الذي قطع الراس الشريف ابا حسين، من الذي خضب الشريف ابا حسين، وحقك ما شفت راحل
الله يا الله بدمعة زينب بغربة زينب بوحدة زينب اجمعنا في حرم زينب يا الله اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اشف مرضانا ارحم موتانا اللهم احفظ زوار الحسين اللهم نجي زوار الحسين اللهم احمي زوار الحسين اللهم انتقم من اعداء الحسين اعداء محمد واله يا الله تقبل اللهم من المؤسسين والمسببين والحاضرين في هذا المجلس اقض حوائجهم سدد خطاهم اعنهم على فعل الخير واتيانه اشف مرضاهم ارحم موتاهم والى ارواح موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحه المباركه قبلها صلوات